وللوقوف أكثر على تطورات المشهد في جنوب لبنان بعد القصف المتبادل بين ميليشيا حزب الله وقوات الاحتلال الصهيوني، ينضم إلينا عبر تطبيق زوم من بيروت الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب. أهلا بك معنا أستاذ علي. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك أستاذ علي. بداية، ما رأيك بما يحدث على الحدود الجنوبية من لبنان؟ في الحقيقة هذا حدث متوقع. شهدنا في الآونة الأخيرة عدة عمليات إطلاق صواريخ على شمال فلسطين المحتلة، وكان الفاعل مجهول. التصعيد الذي حصل أول أمس نسب، وهو عبارة عن صلية صواريخ نسبت إلى ما سمي بنبض السرايا، نبض السرايا ومن اسمه وشى بأنه يتبع لحزب الله، الأمر الذي استجلب ردا من القوات الطيران المقاتل الإسرائيلي، وهذه للمرة الأولى بعد عدوان تموز الذي سيطل حسن نصر الله غدا للحديث عنه. أهمية ما حصل أعتقد بأن هذا هو الخرق الأول للقرار الدولي 1701، ومن طرفي التفاهم، ونعني بطرفي التفاهم حزب الله والجانب الإسرائيلي، وعندما نقول حزب الله نقصد ضمن الدولة اللبنانية وليس العكس. وبالتالي السؤال المطروح، هل يشكل هذا الخرق المتبادل للقرار 1701 هو حاجة إسرائيلية إيرانية حزب اللهية مشتركة من أجل الذهاب إلى مواجهة كبيرة، أم أن في لحظة يقول فيها كل من الجانب الإسرائيلي وحزب الله بأنهما لا يرغبان في التصعيد، لكن الذي حصل هو خرق كبير لقرار 1701. وبالمناسبة الآن إسرائيل قالت بأنها بصدد رفع شكوى ضد لبنان في مجلس الأمن الدولي على خلفية القصف الذي حصل اليوم. نعم سيد علي، يعني هنا يطرح سؤال، ما مناسبة هذا التصعيد من جانب حزب الله؟ يعني ما هي دوافعه؟ ما الذي يحاول فعله، خاصة بالتزامن مع تنصيب رئيسي على يعني رأس الحكومة أو على رئاسة الجمهورية الإيرانية؟ سيدي الكريم، يعني نحن علينا القول بأن الجانب، وكأن كل ملفات المنطقة جمدت بالفترة الانتقالية ما بعد إعلان فوز رئيسا لإيران، وبين تنصيبه الذي حصل أمس جمدت كافة الملفات بما فيها ملف المفاوضات النووية في فيينا، ويبدو وكأن هناك توجه جديد لدى الجانب الإيراني مع التضاريس التي تعترض الاتفاقية النووية، وكأن الجانب الإيراني عبر أزرعه في المنطقة وليس فقط في لبنان، لكن خطورة الوضع في لبنان أن المحكوم بالقرار 1701، وكأن إيران قادرة على القول والتنفيذ والفعل بأنها قادرة على إشعال المنطقة من الخليج إلى جنوب لبنان، وهذا يشكل تحدي بدون شك على القوى الأقليمية والدولية، على إسرائيل، وأيضا على الحلف الذي يقف خلف إسرائيل. نعم، هل يبدو لبنان الآن قادرا على يعني الدخول في أي صراع، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يمر بها وأزمات أخرى؟ هل يبدو قادرا على تحمل تبعات ما قد يؤدي إليه تصرف حزب الله؟ بدون شك لبنان ليس قادر، لبنان ليس قادر على إطعام جيشه وهو في أوضاع غير قتالية. نحن نعلم بأن قيادة الجيش اللبناني تسولت مشكورة في العواصم العربية والأجنبية من أجل إطعام الجنود، من أجل وجبة غذاء، من أجل معدات لوجستية، من أجل وقود، وفما بالك بالشعب اللبناني بين قوسين الجائع والفقير والمعدم والمهدد مستقبله والذي يعيش بدون دواء وماء وكهرباء، هذا أمر. لكن أيضا فيما لو تعرض لبنان كلبنان إلى عدوان، فاللبنانيون لن يعني يدخروا جهدا في صد العدوان، ولهم في ذلك صولات وجولات سابقة.
لكن الذي يزعج اللبنانيين ويقض من مضجعهم أن هناك من يريد ويفعل ذلك، هناك من حول ويحول لبنان إلى ورقة ضمن الأجندة الإيرانية، وهذا ما يرفضه اللبنانيون. نعم. بكل شكل اللبنانيون. نعم. نعم. سيد علي، يعني في هذا السياق بالذات شهدنا حادثة لربما تكون لأول مرة نشهدها، اعتراض أهالي بلدة شوية في قضاء حصبية لراجمة صواريخ تابعة لحزب الله وتحطيمها أيضا، ما رأيك بهذه الحادثة؟ إلى ماذا تشير؟ والله سيدي الكريم، أنا في الحقيقة اعتصرني الألم شديدا، وأنا أرى أهالي شوية بهذا الموقف الغاضب من سلاح المقاومة ضد العدو الإسرائيلي. هذا السلاح كان سلاحا مقدسا، كان سلاحا محترما، كان سلاحا يحفظه اللبنانيين عن بكرة أبيهم، تحول هذا السلاح إلى أن يكون في بيئة، أن يكون مرزولا في بيئته. وأنا أعتقد أنه هذا بسبب سياسات حزب الله وقيادة حزب الله وفي الداخل اللبناني، نتيجة شراكته مع الطبقة السياسية وانخراطه في لعبة الفساد. اللبنانيون صراحة ضاقوا زرعا بهذه السياسات التي جلبت إلى لبنان الفقر وجلبت إلى لبنان الجوع، وبالتالي رهنت لبنان في سياق تاريخي مختلف عن وضعه. ولبنان قبل حزب الله هو في المقاومة، لكن لم تتغير وجهته الثقافية والحضارية، لم ينسلخ عن بيئته العربية كما هو مطلوب اليوم. أنا أعتقد بأن هيبة حزب الله كسرت بالتدرج. فأول هيبة كسرت كانت هيبة زعيم حزب الله حسن نصر الله، وكان أول من مس بهذه الهيبة وكلنا يعلم ذلك هو وليد جنبلاط، وعندها خطبه حسن نصر الله بأسلوب معروف بأنه ضبط أنتناته. كالمرة الثانية التي مست فيها هيبة حزب الله العسكرية هي في المشكلة التي حدثت في منطقة خلدة بين العشائر العربية في خلدة وبين حزب الله، وقع لحزب الله 4 قتلى تقريبا، وهذه لعمري مسألة جدا خطيرة. بمعنى آخر، هناك نوع من التجرؤ على مواجهة حزب الله وغطرسته وطغيانه على الشارع اللبناني. أما المسألة التي حصلت اليوم فيما يخص راجمة صواريخ حزب الله فهي التجرؤ على سلاح المقاومة الذي لم يعد يرى فيه، كما شاهدنا الصور جميعا، لم يعد يرى فيه لبنانيون كثر ومن طوائف مختلفة، لم يعد يرون فيه الحامي والرادع ومصدر الكرامة، باتوا يرون فيه العبء، فيما وأنه ضمن الأجندة كما قلت الإيرانية. ناهيك عن هذه القصة، فقد كان لها تداعياتها أيضا، أدت إلى وقوع احتكاكات كبيرة بين أنصار الحزب التقدم الاشتراكي الدرزي وبين أنصار تابعين لحزب الله، وتم التعرض لهم على طريق بيروت دمشق، وهذا أمر يعني أعطى صورة وكأن لبنان تحول إلى نوع من الجزر والمربعات الأمنية. إذن علي شندب الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، كنت ضيفنا عبر تطبيق زوم من بيروت، شكرا جزيلا لك.